الأمين العام للمنبر التقدمي، الرفيقات والرفاق، السادة الحضور، طاب مساؤكم بكل خير. والآن مع وقفة حداد على شهداء الطبقة العاملة. شكرا. أتقدم بخالص التحية إلى عمال البحرين خاصة وعمال العالم كافة، وضمن الاحتفالات بالأول من مايو عيد العمال العالمي، كعادته يقيم المنبر حفله السنوي تكريما لمناضلي الطبقة العاملة والنقابيين والنقابات، وذلك عرفانا لإسهاماتهم ضمن التاريخ النضالي للحركة العمالية وما قدموه من جهود وتضحيات مضنية من أجل خدمة قضايا الطبقة العاملة البحرينية. نلفت انتباه الحضور الكريم إلى أن الأبيات التي سيتم تقديمها في هذا الحفل من كتابة شاعر المنبر التقدمي الشاعر عبد الصمد الليث. أما الآن فليتفضل الأمين العام للمنبر الأستاذ خليل يوسف مشكوراً لإلقاء كلمته. حضور الضيوف الكرام، تحية تقدير واعتزاز. يسرنا أن نرحب بكم جميعاً في احتفالنا هذا. هذا الاحتفال هو امتداد لاحتفال القطاع العمالي بالمنبر التقدمي بيوم العمال العالمي، الذي يمثل مناسبة أممية نتضامن فيها مع الطبقة العاملة في كفاحها المشترك ضد الاستغلال ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. احتفالنا يأتي هذه السنة في وقت تشتد فيه معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية في العالم، وفي عالمنا تأتي هذه المناسبة فيما تنهش الحروب والانقسامات السياسية والاجتماعية معظم بلداننا العربية في ظل أوضاع بالغة الصعوبة والتعقيد، لا سيما جراء تداخل الأجندات الخارجية واستثارة الانقسامات الطائفية والاصطفافات المدمرة والحسابات التي باتت واضحة للعيان. ومحليا تأتي هذه المناسبة ومعاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية وذوي الدخول المتدنية والمتقاعدين يواجهون الكثير مما يبعث على القلق والهواجس بسبب تفاقم الأعباء المالية وما إلغاء الدعم عن بعض السلع والخدمات ورفع الرسوم على بعضها والتوجه نحو إجراءات ضريبية وغيرها، إلا أحد أوجه هذه المعاناة المصحوبة بارتفاع أعداد البحرينيين العاطلين. والمؤسف حقا فيما يخص هذا الملف هذه التوجهات التي باتت مبهمة وغامضة فيما كان يعرف بالبحرنة والإحلال، وكون البحريني هو الخيار الاستراتيجي، حيث ظهرت مفاهيم وأنظمة جديدة آخرها البحرنة الموازية، وهو نظام جاء وكأنه يقيم وظيفة المواطن ب300 دينار لكل عامين و150 دينار للعام الواحد، نظير إعفاء المؤسسات من الالتزام بنسب البحرنة. هذا في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إجراءات تجعل البحريني فعلياً الخيار الاستراتيجي في سوق العمل، وعدم التفريط في هذا الهدف تحت أي ظرف أو وضع. أيضا تأتي هذه المناسبة في ظل محاولة جر العمل النقابي ليكون عملا بيقراطيا لا صلة له أو لنقل ضعيف الارتباط بالطبقة العاملة، لا بالطبقة العاملة ولا بهمومها ولا تطلعاتها ولا مطالبها. وهنا ندعو كل المعنيين بالشأن النقابي والحركة العمالية ليس فقط إلى مواجهة هذه المحاولة
وإنما أيضا ندعو العمال إلى توحيد صفوفهم للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية والعمل على تعزيز دور الحركة العمالية والنقابية لتلعب دورها المطلوب على أكمل وجه، ومنع التعدي على مكتسباتها أو طأفنة الشأن العمالي أو الانحراف به إلى مقاصد تشوه مسار عمل هذه الحركة العمالية والنقابية. الحضور الكرام، لقد أردنا من احتفالية اليوم أن نبدي باسم المنبر التقدمي كامل الفخر والاعتزاز والتقدير للطبقة العاملة في البحرين، ونحن في إطار سلسلة الوفاء والتقدير للحركة العمالية ولنضالات ممن لهم إسهامات وتضحيات في مسار هذه الحركة، نكرم نموذج من هؤلاء، نقول إنهم نموذج لكثر لهم إسهامات عطرة في النضال العمالي وخدمة الطبقة العاملة في البحرين، نكرمهم ونحتفي بهم وبعطائهم ونفتخر بهم. في الختام نؤكد لكم بأن المنبر التقدمي سيظل متمسكاً بنهجه، مسانداً وداعماً لكل جهد وطني مخلص يستنهض الهمم أو يفتح المزيد من الآفاق للحركة العمالية والنقابية والوطنية. شكراً لكم والسلام عليكم. نشكر الأمين العام للمنبر على كلمته. يا عامل يا عامل، أيار يسطع ضية، وحد صفوف وناضل وتحوز القضية. أما الآن مع كلمة قطاع النقابيين يلقيها رئيس القطاع الرفيق جواد المرخي، فليتفضل مشكورا. الأخوة الأخوات، الرفيقات الرفاق، نشطاء العمل النقابي، مساء الخير. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحفل السنوي الذي يقيمه المنبر التقدمي احتفاء بتكريم كوادر من نشطاء الحركة النقابية في البحرين. هذا ضمن إطار سلسلة التكريم السابقة التي يعتز بها التقدمي منذ التأسيس بمناسبة الاحتفالات بعيد العمال العالمي. الحضور الكرام، نحن نثق بأن المكرمين من نشطاء العمل النقابي هم حتماً قد حملوا على عاتقهم مهمة النضال اليومي في صفوف العمال من أجل تثبيت دعائم النضال في سبيل الظفر بحقوق الطبقة العاملة البحرينية والدفاع عن مصالح كل الكادحين وحماية مكتسباتهم وتعزيز دور الأنشطة النقابية تحت شعار نعم للتقارب والتحاور النقابي في سبيل بلوغ الهدف المنشود، وهو الوصول لتعزيز الوحدة العمالية ولتفعيل دور أنشطتها الحيوية الرافدة لتطلعات مسيرة النضال من أجل التقدم والتطور. إلا أننا اليوم لابد من قول الحقيقة بأننا أمام تحديات تداهمنا كنشطاء في الحرك النقابي والعمالي، ومنها وجوب ضرورة توسيع دائرة الوعي لمعرفة الضعف الذي هو نتاج لتفكك في وسط الحركة النقابية ناتجا لأسباب التشنج وبعض المصالح الفردية التي تؤدي في نهاية المطاف لتراكم المعوقات في الجسم النقابي جراء بعض السلبيات، ومنها التناقضات الحادة التي لا تخدم المسار الصحيح لتوحيد العمل.
أيضا لابد من الإشارة إلى أننا جميعا أمام مسؤوليات في وسط ظروف صعبة ضاغطة جراء الأوضاع خارجة عن إرادة الجميع، قد ساهمت في تشطير الحركة النقابية، وللأسف خصوصا لتلك التوجهات ذات الطابع السلبي الممزوج بروائح النعرات الطائفية البغيضة، وهذا ناتج للتأثيرات السياسية، بما أننا دوما نطالب بضرورة النأي بالحركة العمالية والنقابية عن الشحن الطائفي والخلافات السياسية كي يكون القرار النقابي ديمقراطيا ومستقلا. حقيقة إن مثل هذه السلبيات قد ساهمت في عزوف العمال وسائر الشغيلة عن الالتفاف حول الحراك النقابي، مما أدى لبروز نقابات شبه مهجورة وأخرى مشلولة جراء التقليص في العضوية، ومنها أن هناك نقابات قد تآكلت وتلاشت، وهذا مؤشر سلبي قد يتحمل مسؤولياته بعض من القيادات والكوادر النقابية غير الفاعلة وغير الواعية لهذه المشكلة وغير المدركة لخطورتها. إن مثل هذه السلبيات بات من الضروري أن نقف أمامها جميعا كي لا تتسع الفجوة بين النقابات والاتحادات والشارع العمالي الذي بات لا يهتم بما يطرح من قبل الإعلام النقابي، وعليه أصبح في مثل هذا الوضع أن نعمل معا لتحصين الحركة النقابية من مظاهر السلبيات من خلال العمل في سبيل تضافر الجهود لخلق أجواء أخوية بين القيادات والكوادر العمالية والنقابية لبناء علاقات جديدة مثمرة فيها من التعايش المشترك بين القيادات النقابية في كل الاتجاهات في سبيل تقوية الحركة النقابية في البحرين من خلال إنعاش دور الحركة العمالية وأعطاء الأمل للجماهير الكادحة إن النقابات تناضل من أجل تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية لغالبية الكادحين، ومن المعروف والوقوف صفا واحدا لمواجهة الانعكاسات السلبية على حياة الشغيلة في البحرين جراء الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء، ونحن على أعتاب أوضاع سياسية واقتصادية غير مستقرة أفرزت لنا العجز والديون والضرائب، ومن هنا سوف يتحمل كل هذه التبعيات العمال والفقراء والمحتاجين والمتقاعدين. أيضا نحن في ظل اتساع ظاهرة البطالة، في ظل التلاعب بأموال ومدخرات المتقاعدين، وفي ظل رفع الدعم عن المواد الضرورية والأساسية، في ظل الهروب عن تعزيز البحرنة والاعتماد على مئات الألوف من العمالة الوافدة، وكأن العمالة الوطنية غير مرحب بها، غير مرغوب فيها لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. من هنا وجب العمل المشترك لمواجهة التحدي في جميع فروع الحركة النقابية من أجل احتواء كل السلبيات في سبيل رص الصفوف. الحضور الكرام، في الختام يسعدني أن أحيي كل الرفيقات والرفاق الذين ساهموا ودعموا ومولوا كل أنشطتنا، وبالخصوص هذا الحفل، كما أحيي الزملاء النقابيين المكرمين على قبولهم دعوتنا، كما أحيي الضيوف الكرام الذين استجابوا لمشاركتنا في هذا الحفل.
وأيضا أحيي الرفاق الذين ساهموا في المجال الفني والإعداد لهذا الحفل، وأمنياتي أن تعيش الحركة النقابية والعمالية في البحرين دوما على طريق التقدم والارتقاء لتحقيق آمال وطموح الكادحين في حياة سعيدة خالية من صنوف الاستغلال البشعي أي كانت مصادره وألوانه. تحية لكم جميعا من القلب وشكرا لكم. نشكر القطاع على كلمته. أيار عيده زاهي فيه الربيع باهي، والأمل بالحب راهي وزهوره ندية، وللمكرمين كلمة يلقيها الرفيق إبراهيم القصاب، فليتفضل مشكورا. مساء الخير جميعا. كلمتي قصيرة، يعني اللي سبقوني غطوا كل الجوانب النقابية، فهمتي؟ أيها الحضور الكريم، الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي، المكتب السياسي واللجنة المركزية، قطاع النقابات العمالية والمهنية في المنبر، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن رواد العمل النقابي المكرمين والمكرمات أن أتقدم بجزيل الشكر للمنبر التقدمي الذي دائبه ومنذ تأسيسه على إقامة الفعاليات المختلفة احتفالاً بعيد العمال العالمي، ومن ضمن هذا الحفل التكريم نخبة من رواد العمل النقابي. إنه لمن دواعي اعتزازي أن أقف أمامكم اليوم لأتحدث باسم هذه الكوكبة العمل النقابي الذين يشهد لهم تاريخهم النضالي حجم المعاناة والتضحية التي قدموها كل في مجاله ومن موقعه في سبيل نيل الطبقة العاملة البحرينية حقوقها وعلى رأسها التشكيل النقابي. إن الحركة النقابية وبقيادة الاتحاد العام نقابات عمال البحرين تتعرض لمحاولات التقويض، خاصة في ظل الأزمة السياسية التي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية وانعكست على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وطالت مختلف منظمات المجتمع المدني نتيجة للحد من الحريات العامة وتقليصها كالتجمع والمسيرات والاعتصامات التي تعتبر الفضاء الذي تتنفس فيه هذه المنظمات. إن هذه الأوضاع وانعكاسها على الحركة النقابية تلقي مسؤولية كبيرة على عاتق القيادات والكوادر النقابية للعمل من أجل النهوض بالعمل النقابي وخلق الظروف لتعزيز دور النقابات العمالية للدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم. وختاما أكرر شكر للمنبر التقدمي على هذا التقليد النضالي الذي يقوم به منذ تأسيسه في تكريم رواد العمل النقابي، وشكرا. نشكر الرفيق إبراهيم القصاب على كلمته. أيار أصبح غنوة، يحدى الثبات بقوة، ينادي كونوا قدوة وأفكاركم ثورية، وللفن وقفة مع العمال. والآن مع فقرة فنية من إعداد بعض الرفاق، فليتفضلون مشكورين.
نبارك للرفاق والعمال المكرمين في هذا الاحتفال. وبهذه المناسبة سوف نقدم فقرتين. الفقرة الأولى هي موال سوف يلقيه الرفيق عبد الواحد البحراني، ثم سوف نغني أيضا أغنيتين لهذه المناسبة. في البداية الموال الرفيق عبد الواحد، تفضل. في شعري عن بناء ناظم الغزالي، هي شيء بالعيد أهدي إليكم، وهي مناسبة عيد إن شاء الله تكون حسن. في
أتيك أنور في ليالي نطلع آير بالفرح سطع أنور في ليالي نطلع أعيد عيد للعامل أعيد عيد للعامل رفرف عالم عندنا حمار رمز الملائين البشر عيد عيد للعامل عيد عيد للعامل لبني أوال أجمل بلد عيد العامل ساعدنا للثان سند لبني أوال أجمل بلد ساعدنا للثان سند هذا ما يفرق أحد عيد عيد العامل عيد عيد للعامل عمانا وتوحدوا عيد العامل تدي النوار تغردوا عم نتحدى المحال
الأطفال أهل العامل يا رب الفرحة سطى وخنور في ليالينا طلا يا رب الفرحة سطى نور في ليالينا طلا عيد عيد العامل عيد عيد العامل عيد العامل عيد عيد العامل عيد عيد العامل عيد العامل عيد العامل. كلمات الأغاني هي من شعر المناضل الرفيق عبد الصمد الليث. الأغنية الثانية هي أغنية على طريق النضال. في قلوب تزين صف الكمال
في قلوب تزين صف كمالي. آه نحن عمال وحدة للمعالي، نحن عمال وحدة للمعالي. سوف نمضي على طريق النضال. إنها يرى فكرة ومسار، نحو فجر يزين حكم الليالي، نحو فجر يزين حكم الليالي. وحدة للمعالي، نحن عمال وحدة للمعالي. سوف نمضي على طريق النضال، 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 على طريق النضال. نشكر الرفاق على فقرتهم الرائعة. بس أيار عيد الكادح لأجل الحقوق يكافح، الهدف عنده واضح، أحلام إنسانية. والآن فليتفضل الرفيق الأمين العام للمنبر خليل يوسف والرفيق محمد حسين نصر الله لتكريم المكرمين. الرفيق وحيد محمود زينل. الرفيق إبراهيم عبد الرحمن القصاب. الرفيق يحيى فهد المخرج. الرفيق محمد أمين. موجود بالإنابة أحمد سند.
في ايار النخيل حتى رسميا نريد يا وزير اين القانون النقابات لازم تكون وتنفذت النقابي صادق الدرازي النقابي يوسف جواد النقابي مجيد الحليبي النقابي خليفة مبارك الشملان النقابي عبد الله حسين بالإنابة عنه ابنه النقابي كريم رضي بالإنابة عنه زينب أبو ديب الرفيق عبد الله محمود الكوهجي النقابي سامي عبد العزيز الرفاق والحضور في هذه الاحتفالية نكرم نقابة أسري لماذا هذا التكريم؟ نكرمها لأنها نقابة تميزت بالدفاع عن مكتسبات وحقوق عمالها بشكل يستحق منا التقدير والعرفان والتكريم. تمنياتنا لإدارة النقابة بالمزيد من التقدم والتطور، والآن ندعو رئيس النقابة الزميل النقابي عبد الله المسيح لتسلم درع التكريم. الآن المكرمين لو سمحتم صورة جماعية عشان طلعهم